هذه المؤسسة التي جاءت في وقت كانت الأمة أحوج ما يكون إلى مؤسسة جامعة تعنى بعقيدة الأمة وتعنى بتوحيد الأمة وتدفع عنها أيضا السهام الموجهة إلى هذه الأمة في هذا الوقت. إن الله سبحانه وتعالى قيض لهذه الأمة أمير المؤمنين الملك محمد السادس أيده الله فأنشأ هذه المؤسسة الجامعة التي تجمع علماء القارة الأفريقية من أجل بناء أو من أجل تأسيس الرؤية الإسلامية الصحيحة المبنية على التسامح وعلى الوحدة وعلى التعاون على البر والتقوى في ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تابعونا على موقع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة وعلى شبكاتها الاجتماعية.